خذ موقفا آخر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن رجلا من أهل المعازف والغناء ممن طوال يومه يستمع إلى الأغاني، كما بعض الشباب الآن إن ركب في سيارته استمع إلى الأغاني، إن مشى في الطريق وضع السماعات الهيدفون هذه في أذني، إن شغل جهاز التلفاز بدأ ينظر إليها. ذكر ابن القيم أن أحد هؤلاء نزل به الموت، فلما نزل به الموت جعل الذين حوله يقولون يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، وهو يغني ويلحن يردد أغاني قل لا إله إلا الله وهو يغني ويلحن. فلما أكثروا عليه ثقل لسانه عن الغناء فبدأ يلحن ويقول تنتنا تنتنا تنتنا، يعني يلحن حتى مات على هذا الحال. وذكر ابن القيم أيضا أن رجلا من الفساق الذين عندهم معاصي وشهوات وقد ضيعوا الصلوات، هذا الرجل نزل به الموت، فلما اشتد به نزع روحه جلس أولاده عند رأسه وأحبابه يا فلان قل لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لا إله إلا الله قل. فلما أكثروا عليه التفت إليهم ثم صاح بهم وقال أقول لا إله إلا الله وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت صلاة منذ بلغت. يقول كيف تنفعني لا إله إلا الله وأنا أصلا واقع في المعاصي دائما، يقول وما تنفعني لا إله إلا الله وما أعلم أني صليت لله صلاة منذ بلغت. انظر إلى أمثال هؤلاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه.